هلا حكينا عنها، او الحيوانات مزارع الحيوانات نفس المبدا كمان، عم كل المنطقه عم بتكب اوساخ بقلب بوليسيون بقلب هالمجرى المائي اللي هون، غابات كمان نفس الشيء. ف cela peut se produire dans de grandes parties avec une mauvaise qualité de l'eau usée à cause de fuites d'eau usées et d'autres types de contaminants. Les rues de ville ou les ordures et les produits chimiques ne sont pas éliminés correctement et de grandes zones agricoles qui utilisent des produits chimiques nocifs s'écoulent dans un plan d'eau et contribuent à d'autres sources de pollution de l'eau. كل شيء لكن زراعة المدن الملوثة، الحدائق المدن الملوثة كلها هروس الموضوع صفت عم بتروح عم وعم تصير او سترنا عم تروح وتلوث لي هالبلان دول قريب من هون، الارض الزراعيه الحناطق الحيوانيه كله عم بلوث. واكيد بنرجع مثل بحاله السورس بوليوشن، التلوث ما حيضلوا محدود المناطق اللي عم تلوثوا، يعني عم حيكمل صب مناطق منها يمكن ما لها ذنب ولا ملوثه ولا عم تساهم بهالتلوث، بس عم اكيد حيختلط بالمي وحيكمل معه. Lorsque les gens dépendent d'un plan d'eau spécifique pour boire, nettoyer et à d'autres fins, et que l'eau devient polluée, cela peut devenir un problème majeur. Ça peut être le cas. Bien sûr, quand l'eau vient d'une source ponctuelle ou non ponctuelle, dans toutes les cas, si l'eau est en train de se déverser c'est un risque pour les gens, qui utilisent l'eau pour boire, pour les nettoyages, pour les maisons, pour les usages domestiques, alors l'eau est polluée et donc صار في عندي مشكلة طبيعة الحال، صار في عندي مشكلة كبيرة وكنت أدي لمشاكل صحية كبيرة. Une fois que l'eau est polluée, إذا كان elle devient impropre à la consommation en raison de matières dangereuses ou toxiques مفهومة contenues dans l'eau. صار une fois صارت الملوثة وفي استهلاك خاصة بالشرب صار مستحيل، صار غير وبالتالي صار في عندي مشكلة. Si de l'eau contaminée est consommée, cela peut entraîner des maladies, des infections, une exposition à des maladies et même la mort. تعرف الماي الملوثة تسبب لي مشاكل صحية. ممكن توصل الى حسب انواع الملوثات، ممكن توصل للموت حتى انواع ملوثات خاصه باثوجين، ممكن تؤدي للوفاه. وممكن في اشياء مع الوقت مع التراكمات الملوثات عم مثلا زمنيه طويله ممكن تؤدي للسرطانات وكذلك الموت. ولكن بالحل زمان نروح دغري على الموت، ولكن تفتح مي ملوثه تسبب تسمم، تسبب مشاكل صحيه بيختلف انواعها، تسبب التهابات وخلافه. Alors que la pollution est une préoccupation croissante, il n'est pas toujours facile de déterminer quelle eau est polluée lorsqu'elle est observée à l'œil nu ou par nos papilles gustatives. يعني الحكي يعني احنا بس نشوف المي، مش ضروري كل مي ملوثه تكون معوكره ومنظرها وعر، لا فيها تكون المي الملوثه كثير بشكل طبيعي ممتازه، شكلها مي نظيفه ولا احلى من هيك، وحتى لما بنشربها بلا طعم، يعني هي ما كل شيء له طعم ولا كل شيء يبين بالعين. بقى يعني مش بس نحكي عن مي ملوثه، في عندنا دي تيست كيميك بيولوجي بده ينعملوا نقول هالمي نظيفه او ملوثه، مثل ما شفناها هيك ويا لطيف انه هذه ملوثه ما بتنشرب. مرات المي بتبين معوكره بتكون فيها رموز اللي هي ما بتنشرب اوكي، ولكن اذا بس مجرد سيديمونتاسيون لهالرمل اللي فيها بتصير المي نظيفه وماشي حالها، يعني هي بحد ذاتها منها ملوثه، انما كيف فيها تعوكر. يعني عمليا النظر من هالناحيه بغش، والطعمه كمان. L'eau peut sembler propre à la consommation, mais elle peut contenir des polluants cachés qui peuvent affecter notre corps ainsi que les animaux, les plantes et les vers. فيها تبين علينا المي نظيفة لكن ما تكون ملوثة وتكون خطرة على صحتنا، مش بس مش بس علينا وعلى مجموعة الكائنات الحية اللي عم يستهلكوها غير الإنسان. Afin de terminer la santé de l'eau, en particulier l'eau claire et propre, عمليا تحديدا أكثر شيء المي اللي مبينة إنه نظيفة، لأن المي اللي مبينة إنها موثقة وعليها الزبالة مكومة، يعني طبيعة الحال هيدي واضح انه ما بتنشرع، بس بالاخر حتى نحدد كاليتي دو لو فيها اوبيدا فاطي دو كاليتي دو لي شانشور اللي فاطي دو فون افكتوي دي تيست. اذا كان عندنا دي تيست سبيسيو عندي فحوصات محدده بنعمل، تيست بكتيريولوجيك اذا فيها بكتيريا، تيست حتى نشوف فيها اذا فيها برودوي شيميك معينين، حتى نشوف اذا فيها راديو اكتيفيتي، دي تيست سبيسيفيك حتى يحددوا لي كاليتي دو لو. في دي نورم انترناسيونال كانت النورم، مثلا ما تشرب المفروض تكون كونسنتراسيون هالقد هالقد، مثل البروديو شيميك البكتيريا المفروض تكون فيها صفر، المفروض الخ المي بدي استعملها الزراعة نورم ثاني، في عندي نورم انترناسيونال لحد نوعية المي واذا كانت قابلة للاستهلاك او لا. Si l'eau est considérée comme contaminée, elle devra subir un processus de filtration et d'élimination avant de devenir potable ou même durable pour nombreuses espèces animales qui habitent cette phase d'eau. عمليا لك اذا المي كانت ملوثة
اذا اللي نعمل لها فلتراسيون تخلص من الملوثات اللي فيها مثلا، وكل ماي سطحي بشكل عام خاصه قريب من المدن هي مي ملوثه بالنهايه، صعب ما تكون ملوثه، مثلا هو وادي هابي اللي بتشرب منه طرابلس ماي ملوثه، ولكن بيعملها فلتراسيون في محطه التكرير اللي حد وادي هابي دغري، تعمل فلتراسيون لها المي تبعتها على بيوت نظيفه مكرره وفيها كلور كمان عشان يقتل البكتيريا اذا كان صار في شيء اي خطا على الطريق كمان بقى. يعني عمليا حي الله ما بدها تستهلك الاستهلاك الانساني، بدها لازم نعمل لها فلتراسيون هذا قبل ما تستهلك قبل استهلاكها، ومش بس الاستهلاك الانساني كمان، رح تكون هالمي تضل مستديمه، جرعه مستديمه للكائنات الحيه اللي عايشه فيها او ديبوندونت عليها، كمان لازم نعمل لها كمان فلتراسيون. مالور لازمون دو بروبليم دو بوليسيون دو لو اي اونكور بلو جراف، كيف له منحى موضوع تلوث المي له منحى اجتماعي اقتصادي بطبيعه الحال. هلا عم بيقولوا هون بلو جراف دون لي بيي دو تيير موند او اللي ني اوكون موايان دي ميني كوليكتومون لي برودوي شيميك ماتيريو توكسيك لو بوليي نو بو با ادر فاسيلمون نتوايي اسرتي. ويعني بالمناطق الدول الفقيره طبعا حول العالم هالمشكله كبيره كثير اكيد، لانه من جهه ما في اي معايير لتسليم موضوع التلوث والملوثات عم بكبوا عم تكتب ملوثات بقلب الانهار والمسطحات المائيه، وما في بالمقابل ما في رقابه على الموضوع، ما في بالمقابل فلتراسيون اليمناسيون لهالاوساخ لهالكونتامناسيون. احنا عندنا فوق المليار شخص حول العالم ما عندهم اكسي على لمي نظيف، ما عندهم اكسي لاو بوتابل. الفكره انه نحن عندنا اكسي لاو بوتابل هذه نعمه كبيره، لمليار حتى افتكر لمليارين شخص حول العالم ما عندهم اكسي لاو بوتابل لهالدرجه، الوضع وضع سيء. Dans ces pays, les gens finissent souvent par utiliser de l'eau polluée, ce qui peut entraîner bon nombre de problèmes, tels malformations congénitales, maladies, morts, وفيات. ممكن وبدأت شيء شائع، شيء أكثر بالدول مثل الدول الأفريقية، أمراض كثيرة بتنتقل بالماي وبيعانوا منها بكثرة بمناطق مثل الهند مثلا، حول العالم أماكن كثير على دول العالم الثالث بتعاني من موضوع تلوث الماي وما عندها وعم تستهلك مياه ملوثة وبتؤدي استهلاك لها المياه ملوثة لمشاكل كثير كبيرة على مستوى الصحة وحتى لنسبة وفيات عالية من وراء الموضوع تحديدا. En plus d'être touché par la pollution كمان بالزيادة على الموضوع عن هالدول هاي اللي ما عندهم أصلا يعني وسائل طبية لمعالجة هالأمراض الناتجة عن تلوث المي والشيء اللي بيزيد الأمر سوء. هاي اللي عطولها بس حكي عن موضوع الأنفيرونمون والبوليسيون، لازم عطولنا نفكر بالبعد الاجتماعي والبعد الإنساني لهالأمور والاقتصادي بطبيعة الحال. Ces pays ne disposent ni du personnel médical ni des antibiotiques nécessaires pour faire face à ceux qui tombent malades à cause de la pollution de l'eau. عملياً الزيادة على كون وضعهم تلوث عندهم هائل والأو بوليو عم تستهدف وعم تصير وراها مشاكل، الوضع الصحي أصلاً النظام الصحي تعبان وبالتالي بس تصير أجرافية السيتياسيون بتصير مشكلة أضرب لأنه الواحد صار معه مرض ما فيه يتعالج كمان. هذا الشيء اللي بيخلي اللي بيدفع دفع صعب إنه ضرورة الالتقاء لفيل السيستم بفلتراسيون بوم اسعار رخيصه او دو ميور سيستيم دو جيستيون اليمناسيون دي ديشي ايتاب اسونسيال في ليمناسيون دو سانتي دو او بوتابل اي دي بلان دو كي نو دونتور. عمليا هون اذا فرض لما نحكي عن موضوع مثل موضوع الانفيرونمون ما نكون موضوع تنظير يعني بحكم لمجرد الحكي انه اوكي عم نلوث، لازم يكون كمان هالشيء مقرون باطار الحلول باطار تقديم الحلول من ضمنها انه كيف هل امكانيه تطوير مثلا وسائل رخيصة لتنظيف المي لفلتراسيون للمي من ضمن جيستيون جيدة لموضوع النفايات حتى ما نلوث المي أصلا من الأساس. يعني فهذا على طول إذا بنفكر إحنا بإطار كرات من هالنوع مش بس هالكور، هذا بكل علوم العلوم الطبيعية مختلف أشكالها هي علوم فيها جزء إنساني جزء أساسي منها إنساني. يعني أنتوا بس تحكوا حتى بموضوع الجينيتيك مثلا التلاعب بالجينات هذا بالنهاية له أثر وله بعده الإنساني وله الأخلاقي كمان. كل شيء بالنهاية ما بيوقف على موضوع العلم اللي هو حد ذاته، العلم منه مجال مفصول عن الواقع، وإلا لكن مجال مفصول عن الواقع بشكل كبير مفصول لأنه خاصة بعلوم من هالنوع علوم عم نحكي عن الأنفيرونمون عن التلوث تحديدا على تماس مباشر مع الواقع ومع الواقع الاجتماعي الصحي والاقتصادي. كان يعني بس نجي نقول إنها بدنا نخفف التلوث هذا له اثر اقتصادي، يكون عندكم شركات عم تشتغل عم توظف عالم وبدري وتخفيف التلوث هي عمليا هو عبء اقتصادي على الشركات هذه كمان اللي عم تشتغل عم توظف عالم مثلا. الموضوع كله سوا بده يعني الموضوع معقد واثر هالقرارات هذه بهالاطار هذا اثرها على المجتمع كبيره واثرها على صحه الناس كمان.
واثر على الاقتصاد مكان كمان. انتوا عندكم شبكه من العلاقات اللي جدا مترابطه بدل بعض وبتاثر على بعض كتير، ومش سهل ادارتها، مش سهل ابدا ادارتها ابدا. وموضوع المي، اداره موضوع المي مشكله كتير كبيره، في حروب على موضوع المي كتير.